كولينج اوكي. طيب في عندنا اللي هو في انواع البيانات النصيه، في عندنا فار تشار 5 وفي عندنا فار تشار وفي عندنا تشار مباشره. شو الفرق بيناتهم؟ الان الفار تشار 5 معناته بياخذ 5 حروف، هذه اكبر قيمه ممكن يخزنها. يعني لو جيت قلت A B C D E، واضح يا جماعه هذول كم حرف؟ هذول 5. طب لو جبنا مثلا احمد يقبلها ما عنده مشكله، علي صحيح ما في مشكله، لانه هذا عباره عن ايش؟ عباره عن 3 حروف، هنا عباره عن 5 حروف. طيب لو جبنا مثلا محمود في الحالة هذه مش حيقبلها، ليش؟ لأن هذه أكبر من 5 حروف، مش راح يقبلها عندي. طيب في التشار نفس الإشي، حيقبل الـ A B C D E، حيقبل أحمد هنا، نفس الحاجة في التشار حياخذ كل القيم، لكن هذه مش حيقدر ياخذها، هذه برضه في التشار مش حيقدر ياخذها، ليش؟ لأنها تجاوزت الحد. الآن الفرق الثاني بيناتهم إنه الفارتشار بيقول لي لو أنت إجيت خزنت حرف واحد فقط، طب أكم بايت هذه خزنت؟ هذه بيقول لي بتخزن 1 بايت، خزن بايت واحد. طب لو إجينا هنا خزننا حرف الـ A، أدخلنا حرف الـ A، هنا بيقول لي أنا بخزن 5 بايت. طب ليش 5 بايت؟ لأنه بيقول لي أنا بحجز المساحة كلية، أنت استعملتها ما استعملتهاش ماليش دعوة. واضح يا جماعة؟ هذا الفرق عادة بين التشار وبين الفارتشار. عادة التشار نستعملها مع مين؟ مع على سبيل المثال لو أنا في عندي حقل بدي أميز بين الطلاب والطالبات، الطلاب بدي أحكي إنه ميل والطالبات بدي أحكي في ميل. فعاد في الحالة هذه أنا بكون عارف إنه فقط عندي حرف واحد راح يخزن عندي، فعاد إيش بستعمل لهم هذولا؟ يفضل إنه نستعمل تشار عادة واحد. طب هل يجوز انه نستعمل فار تشار واحد؟ هذا صحيح، هي فار تشار كمان واحد، الاثنين صح، ولكن اشهر استعمالا دائما ايش؟ حرف واحد مع مين؟ مع الحقول اللي بتقبل حرف واحد مثلا على سبيل المثال. طبعا الان احنا فهمنا هذه ناشونال كاركتر ست اللي هي عشان ايش؟ تخزين اللغات، كل لغات العالم فيها، زي اللغه الصينيه، زي اللغه الهنديه، العربيه، الانجليزيه، كل اللغات هذه. طبعا عندها اكبر حد عندها قديش؟ لعند 4000 حرف في الايش؟ في القيمه الواحده، اكثر من 4000 ما بتقدر تخزن. بينما التشار قديش بتخزن؟ الحد القيمه القصوى تبعتها ايش؟ عندي انا اللي هي 8000 حرف، والحد الادنى اللي هو حرف واحد. واضح يا جماعه؟ والفارتشار نفس الشيء بتاخذ 8000 حرف لعند ايش؟ لحديت ماكسيمم، يعني اكبر قيمه ممكن تاخذها اللي هو 8000 حرف. في عندنا النوع اللي بعده اللي هو التاريخ والوقت. طبعا هذا بنستعمل له بشكل كبير، اللي هو في نوع اسمه ديت تايم، هذا بيخزن تاريخ ووقت في نفس الوقت، واضح يا جماعه؟ في آن واحد. عادة بنستعملها مع مين؟ مع الحقول زي تاريخ البيع، تاريخ الشراء، تاريخ التوريد، تاريخ الميلاد، تاريخ التعيين، تاريخ الالتحاق بالجامعه مثلا، هذه كلها بتلزمنا الحقول عشان نخزن معلومات في داخل قواعد البيانات. طبعا بتاخذ قديش هذه؟ 8 بايت. تاخذ قديش مساحة تخزينية؟ 8 بايت. طبعا في انواع اخرى زي مين؟ زي الباينري، يعني هذا بيخزن حاجات ثنائية. زي مين الاشياء الثنائية؟ زي الصور مثلا، بخزن صورة ممكن اخزنها في الباينري، بينفع. ممكن اخزن ملف فيديو، ملف صوت مثلا، بنستعمل الباينري. في عندنا نوع خاص بالصور ايضا اللي هو اسمه ايش؟ الايمج، وهذا يستعمل لتخزين البيانات من نوع مين؟ من نوع بيانات الصور، وعادة بخزن بايت في الاخر. شو يعني بايت؟ بخزن 0 1 1 1 0 0 وهكذا. في عندنا البت، هذه البت بخزن بس قيمه واحده، يا اما 0 يا اما 1، لانه البت احنا بنعرف في الكمبيوتر عباره عن 0 و1. واضح يا جماعه؟ وهذا البت عاده بيستعملوه للعمليات المنطقيه، يعني مثلا اذا كان في عندك فعال او غير فعال مثلا، يعني 0 و1، الشغلات اللي بس بتحتمل قيمتين فقط، يا اما فعال او غير فعال، يا اما موجود او غير موجود مثلا على سبيل المثال. هنا في الجداول اخذنا احنا المره اللي فاتت، هذا كله مراجعه للمحاضره الاولى. ايش هو الجدول؟ طبعا الجدول هو المكان اللي انا بدي اخزن فيه البيانات تبعتي. طبعا البيانات هذه عباره عن ايش راح تكون؟ عباره عن صفوف، وكل صف يحتوي على مجموعه من الاعمده. واضح يا جماعه؟ طبعا الصف يمثل مثلا بيانات الطالب، يعني بدنا نيجي نقول هذه مثلا بيانات نسمه كلها. طيب ايش الاعمده تمثل؟ تمثل انه الاسم الاول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، تاريخ الالتحاق بالكلية،
التخصص مثلا، كل واحد من هذول حياخد عمود مختلف عن الثاني. في عندنا سجل ثاني مثلا لأحمد، بده يعطيني اسمه الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، تاريخ الالتحاق بالكلية، التخصص مثلا، المعدل، كل هذه البيانات راح تكون في سجل واحد. طبعا في بعض القواعد التسمية الجداول بيقول لي عند إنشاء جدول ألا يكون اسم الجدول كلمة محجوزة. مين هم الكلمات المحجوزة يا جماعة؟ زي السلكت، زي الانسيرت، زي الابديت، هذه كلها كلمات مين بيستعملها؟ بيستعملها الاس كيو ال سيرفر، لانها لها معاني خاصه عنده. فعاد بقول لي ما تعمل او ما تكتبش اسم جدول بالاسماء هذه اللي موجوده عندك. حط اسماء ثانيه من عندك. زي مين؟ على سبيل المثال احنا بنحط اللي هو ستودنتس تي بي مثلا، امبلوي تي بي، بنحط اللايبراري مثلا، البوكس مثلا على سبيل المثال، هذه كلها اسماء يجوز. طبعا شروط التسمية نفس الشروط اللي انتم اخذتوها في لغة البرمجة، انه لا يبدأ برقم او برمز. ايش يعني رمز؟ ممنوع يبدأ بالرموز هذه مثلا على سبيل المثال، هذه كلها رموز ممنوع نبدأ فيها احنا، هذه رموز بنسميها خاصة. واضح يا جماعة؟ الاندرسكور، الماينس، الزائد، المساوي، هذه كلها رموز ممنوع تبدأ فيها. وأيضا ممنوع تبدأ بالأرقام هذه، كلها الأرقام اللي موجودة عندك ممنوع تبدأ فيها. ها إيش ممكن أبدأ أنا؟ بقول لي ابدأ بالكابيتال من الحرف الاي حتى الحرف الزد مثلا، أو بالسمول لتر، يجوز ذلك. بعدين ممكن تعمل خليط، يعني بعد أول حرف اكتب أرقام زي ما بدك. الحروف الخاصة هذه مين مسموح فيها بس؟ مسموح عندي الساين دولار والاندر سكور، بس هي الحرفين المسموحات. طب هل يجوز انه اكتب اسم جدول بالطريقة هذه مثلا ستودنت واسيب مسافة واكتب تيبل؟ لا يجوز. ليش؟ لانه انا سبت فراغ هنا. طب كيف احل المشكلة هذه؟ بقول لي ممكن تحلها تكتب ستودنت اندر سكور تيبل عشان نميز انه هذا تيبل. او طريقة ثانية للتسمية الصح هي student نكتب تي بي. دائما نحط أول حرف من الكلمة الثانية كابيتال وبدون استخدام الشحطة السفلية هذه أو الأندرسكور، بدون استعمالها. يا بتستعمل الطريقة هذه يا إما بتستعمل الطريقة هذه بالتسمية، لكن هذا يعتبر حرف خاص صح المسافة، فعاد عشان هيك اسم الجدول هذا لا يجوز أو غير موافق عليه. طبعا نتذكر بس بشكل سريع كيف عمليات انشاء الجداول، اللي هو الكرييت تيبل، اسم الجدول اللي بدك اياه، نفتح قوس ونسكر قوس في الاخر. كرييت كلمه محجوزه، تيبل كلمه محجوزه، هنا اسم الجدول اللي بدك اياه، ضيف اللي بدك اياه. طبعا هنا كرييت مسافه تيبل، ايش بقول له؟ انشئ عنصر جديد من نوع جدول اسمه ماي تيبل. طيب شو الخصائص اللي موجوده فيه؟ في الخصائص بقول لي انا بدي منك تعطيني اسم الحقل ونوع الحقل، واذا كان في عندك قيود على الحقل. خلينا نشوف كيف بيعرف الاسماء. طبعا اسماء الحقول ينطبق عليها ما ينطبق على اسماء الجدول، ممنوع نبدا بحرف، ممنوع نبدا بحروف خاصه، ممنوع نبدا بارقام، ممنوع يكون في فراغات، كل الشغلات اللي احنا اخذناها. طبعا الاي دي العمود الاول نوعه ايش؟ انت، يعني عدد صحيح. بعدين فاصله، في عندي فول نيم فارتشار 50، يعني بدي اخذ الاسم كاملا، بدي اياك تعطيني اياه رباعي. قديش طوله؟ اكبر اسم لازم يتخزن عندي لعند 50 حرف. بعدين في عندي الديت اوف بيرث، يعني تاريخ الميلاد، نقول ايش نوعه؟ ديت تايم. طبعا لاحظوا بيفصل بين كل عمود وعمود ايش في عندي هنا؟ الكوما اللي هي الفاصله الفاصله الفاصله. هذه عمليه انشاء مين؟ كرييت، يعني انشاء. طبعا لاحظوا يا جماعه احنا شغالين لحد الان كله في جمل الدي دي ال، لغه انشاء العناصر الدي دي ال، ما تنسوش. احنا شغالين كمان مره عشان اذكركم في الداتا ديفينيشن لانجوج، لغه تعريف البيانات. هيها طبعا احنا وين شغالين؟ في الجداول. انشانا قاعده البيانات، خلصنا منها وحذفناها، الان بدنا نشوف كيف ننشئ الجداول. ممكن نحذف الجدول بعد ما نخلص منه. الجدول بطل يلزمني الان، شو بدي اعمل؟ بدي اقول له دروب تيبل اسم الجدول، نفس الاسم اللي انت اعطيته اياه هنا بدك تكتب. هنا كانه انا ببلغ قاعده البيانات او الاس كيو ال سيرفر انه احذف العنصر او الاوبجكت
اللي هو من نوع جدول، شو اسمه؟ اسمه ماي تيبل. بطل يلزم، يخلص. تعمل فاصلة موقوطة، معناته هذه الفاصلة الموقوطة هنا معناها نهاية الأمر أو نهاية نهاية الأمر. هذا بس أنا أطفي الصوت يا أمنا. طيب لو أنا بدي أعدل على الجدول، يعني الجدول هذا ضفت عليه تاريخ الميلاد صح؟ طب أنا نسيت أضيف عليه العمر، بدي كمان حقن. هل أحذف الجدول وأرجع أعمل له إنشاء كمان مرة؟ لنفترض إنه الآن النظام تبعي أو السيستم تبعي أو التطبيق تبعي شغال، ما بينفعش أحذف، أروح أقول للناس والله في الشركة عندهم والله بدنا نحذف الجدول هذا وبعدين نرجعه، لا ما بينفعش. طب شو نعمل؟ الآن بقول لا، في عندك أوامر أخرى ممكن أعدل على الجدول. كيف نعدل عليه؟ من خلال ألتر. ألتر يعني تعديل، عدل على العنصر أو الأوبجكت اللي هو تيبل. شو اسمه؟ اسمه ماي تيبل. شو بدك تعمل؟ أد بضيف حقل جديد، شو اسمه؟ هيو دائما بطلب مني الاسم والنوع، اسمه ايج ونوعه انتجر، اسمه ايج ونوعه انتجر. الآن حنلاحظ انه الجدول هذا كيف صار؟ صار فيه الحقول اللي هو الاي دي، الفول نيم، الديت اوف بيرث، صار فيه الايج. هذا الحقل اللي ضفناه جديد دائما بيجي وين يا صبايا؟ بيجي اخر حقل، اخر حقل، بقدرش انا اضيفه ثاني حقل او اول حقل، لا بيجي اخر واحد في الجدول، بينضاف اخر واحد في الجدول. طيب بقول لي طب لو انا بدي اضيف حقلين جداد مش حقل واحد، بقول لي بسيطه، شو بدك تعمل؟ الter يعني تعديل على جدول اسمه ماي تيبل، شو بدك تضيف؟ اد ايج ان، بدي اضيف العمر من نوع اعداد صحيحه، فاصله، بدي اضيف العنوان كمان الادرس فارتشار 250 عشان يكتب عنوانه الموظف هذا مثلا او الطالب هذا، بدي اخليه يخزن عنوانه عشان نعرف وين هو ساكن. واضح؟ فعد على الجدول حيضيف على اخر، بعد اخر حقل موجود عنده حيضيف الحقل اللي هو اسمه ايج وبعدين الادرس. هذه كانت مراجعه سريعه لبناء الجدول. طيب طبعا بناء الجدول كرييت، بدك تقول لي تيبل اسم الجدول. الآن نفتح قوسين، طبعا نحدد بداخلها اسم الحقل ونوع الحقل، فاصلة، اسم الحقل الثاني ونوعه، فاصلة، وهكذا. خلصنا من إنشاء الحقل الجدول. طبعا هذا مش كله، هذه مش كل المميزات اللي موجودة في إنشاء الجدول، لسه في حاجات ثانية. بدنا نعمل برايمري كي، بدنا نعمل فورين كي، هذه بنسميها القيود، هذه بشكل بسيط. الآن بدنا نضيف حاجة بنسميها القيود. القيود اسمها constraints. طيب ليش احنا بنضيف القيود يا صبايا؟ القيود تستعمل من أجل التأكد من صحة البيانات. يعني على سبيل المثال، هل يجوز تكرار رقم الطالب؟ يعني في عندنا طالبين بياخذوا نفس الرقم؟ مستحيل. طيب هل في عندي اثنين مواطنين ماخذين نفس رقم الهوية في البلد او ماخذين نفس رقم جواز السفر؟ مستحيل. طيب هل ممكن لما تيجوا تسجلوا في الجامعة انه نقبل الطالب بدون ما نسجل اسمه، نسيب اسمه فراغ؟ طبعا مستحيل كمان. هذه كلها قيود انا بدي اتاكد انه البيانات صحيحة. يعني لما اول ما يجي يسجل الطالب عندنا في الجامعة لازم يعطوك رقم جامعة، ولازم يطلبوا منك اسمك رباعي ومعدلك في توجيهي وشو التخصص اللي بدك اياه. هاي اربع معلومات اساسيه لازم نتعامل فيها. ممكن طبعا جوالك بطلبوه، صار اساسي جدا عشان يبعثوا لك عليه مسجات، لكن ممكن عنوانك تنسيبه، ممكن تجيبه بعد يوم يومين ثلاثه. المساقات الدراسيه ممكن تسجلها في وقت لاحق، لكن في شغلات لازم اجباري انا ادخلها الان. طبعا هذه كلها بنسميها قيود. القيود اللي موجودة عندي في الداتابيز هي عندي نطنل، عندي ايدنتيفاي، عندي برايمري كي، عندي اليونيك، في عنا نوع تاني اسمه ريفرنس، في عنا نوع اسمه ديفولت، في عنا نوع اسمه التشيك. كل هدول قيود. وين بدنا نضيفها يا صبايا؟
بدنا نضيفها على كل عمود. يعني العمود هذا شو بدك تضيف عليه قيود؟ ممكن اضيف عليه برايمري كي، ممكن اضيف عليه تشيك، ممكن اضيف عليه اللي بدي اياه. يعني ممكن اضيف اكثر من قيد موجود عليه. طيب الحق هذا مثلا ممكن اضيف عليه قيود كمان. طيب تعالوا نفهم ايش هذه هي القيود. طبعا بشكل مختصر النطنل يعني مش مسموح لك تترك الحقل هذا فاضي. يعني لما تيجي تسجل عندنا في الجامعه ممنوع اسيب اسمك واسم العائله فاضي، مستحيل. لازم اقل شيء اسم الجد ممكن نتغاضى عنه. ايدنتيتي ايش معناها؟ بدنا نعمل رقم متسلسل، يعني اخليه هو يعمل او ينشئ ارقام متسلسله بشكل تلقائي، يعني الرقم الاول واحد، بعدين اثنين، بعدين ثلاثة، بعدين أربعة. طيب كيف عملها الشغلة هذه؟ هي وظيفته هذه، حنشوف كيف بعملها. برايمري كي مفتاح أساسي، المفتاح الأساسي من ضمن خصائصه ممنوع التكرار. وعادة بنستعملها مع مين؟ مع رقم الطالب. رقم الطالب ممنوع يتكرر. وهل في طالب ملوش رقم؟ يعني ممكن نكتب في القيمة تبعته رقم الطالب نل؟ لا، مستحيل. يبقى البرايمري كي هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن نطنل زائد ممنوع التكرار اللي هي يونيك. طيب في عندنا يونيك هنا شو معناها؟ ممنوع التكرار، ولكن تختلف عن البرايمري كي انها ايش؟ انها بتسمح بالنل. تسمح بالنل. هذه بتسمحش بالنل. هذه بتسمح بالنل. البرايمري كي لا يسمح، اليونيك يسمح بالنل. الريفرنس، الريفرنس هذه بنستعملها مع المفتاح الاجنبي، لما بدنا نربط بين جدولين لازم استعمل ايش؟ طبعا دائما الريفرنس او المرجع بيأشر على مين؟ على البرايمري كي، عادة بيأشر. طبعا يا بيأشر على قيمة موجودة مسبقا، يا اما ما بيأشرش على حاجة، بيقبل نل ايضا. الديفولت فاليو، ايش يعني الديفولت فاليو؟ القيمة الافتراضية. يعني لو انت ما اعطيتنيش قيمة افتراضية انا بدي اعطيك قيمة من عندي. كيف يعني؟ الطالب لو اجى قال لي مثلا في حقل احنا سبناه في عمليه الادخال العنوان الطالب. انا ايش بدي اروح اكتب؟ لو هو ما اعطانيش اسمه بدي اكتب غير معروف، كلمه غير معروف العنوان بس. عشان نعرف او ممنوع اسيب الحقل هذا فاضي. التشيك، شو التشيك هذه؟ بدنا نفحص. على سبيل المثال هل يجوز انه نحط علامه الطالب ناقص 50؟ لا يجوز قيمة سالبة، دائما لازم تكون القيمة موجبة. طيب هل يجوز انه يكون راتب الموظف شهريا ناقص 1500 شيكل؟ فيش حاجة بالناقص، كله بالموجب. عشان هيك بقول لي دائما تأكد من انه القيم التي تدخل في الحقل تبع الراتب لازم تكون موجبة. القيم التي تدخل في العمود الدرجة تبعت الطالب مثلا لازم تكون قيم موجبة. واضح كيف؟ بالطريقة هذه. هذه هنعملها من خلال مين؟ من خلال التشيك. طيب هذه كانت المحاضرة الأولى، أتوقع أنتم معظمكم أخذتوها في القاعة عندي. هنبدأ الآن في إنشاء الكونسترينتس. في أي سؤال يا صبايا؟ في أي سؤال؟ يا جماعة ردوا علي بس. دكتور لو سمحت بس تعيد الايدنتيتي لشو بنستعملها؟ الايدنتيتي حناخذها بالتفصيل، بس هذه الان انا مريت عليهم سريعا، بس بدي اياك تعرفي شو الانواع تبعهم. الايدنتيتي بيعطيني رقم متسلسل. كيف يعني رقم متسلسل؟ يعني اول سجل انا بضيفه عندك حيعطيني قديش؟ واحد. وين راح؟ حيعطيني واحد. الرقم الثاني اثنين، الرقم الثالث ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وهكذا حيكمل. طبعا احنا كيف بدي اعرف الشغلات هذه؟ احنا بنعرف الخصائص هذه، بقول له من وين تبدا ومقدار الزياده، كل مره زود واحد واحد واحد. ماشي؟ هنشوف كيف نستعملها. في سؤال ثاني؟ يا صبايا في سؤال ثاني؟ طيب خليني اكمل الان برضه في القيود. يبقى القيود هي مجموعة من الأوامر التي نطبقها على مين؟ على الحقول. مهم جدا نعرف أنه هذه على مين؟ على الحقول، هذه فقط على الحقول. من أجل التحقق
شو بدنا نسوي يا صبايا من أجل التحقق من القيمة المراد حفظها؟ يعني القيمة اللي أنا عمال وظيف لك إياها بدي أتحقق منها، هل هي قيمة موجبة، قيمة سالبة، هل هي مثلا قيمة لا تكرر غير مكررة، هل هي مش null value يعني أنت مش سايبها فاضية، كل الشغلات هذه اللي حكينا عنها. طيب الآن في القيود بدنا نشوف ممكن أنا أنشئ قيد جديد، ممكن أعدل قيد موجود من خلال alter، ممكن أحذف قيد من خلال drop. هذه شبيهة في مين؟ زي التيبل، استعملنا create، استعملنا alter، استعملنا drop. لاحظوا نفس الأوامر تقريبا، ليش؟ لأنهم كلهم تحت مظلة مين؟ الـ DDL. تذكروا هذا الاسم، لغة تعريف البيانات، Data Definition Language. Data Definition Language لغة تعريف البيانات. طبعا في الكرييت في عندي ثلاث أنواع، مش نوعين، عندي ثلاثة. في الإنشاء مباشر بدون اسم، وفي إنشاء القيد عبر الكونسترينس يعني باسم، باستخدام اسم. في نوعين هذول بس، يعني الكرييت في منها نوعين. النوع الأول بنشئه بدون اسم، يعني القيد هذا لما باجي بعمل له إنشاء بعطيهوش اسم، وفي نوع تاني لا بدي أعطيله اسم. تعالوا نشوف كل واحد كيف. أول حاجة المفتاح الأساسي. المفتاح الأساسي الطريقة اللي تعلمتوها أنتم الفصل اللي فات بطريقة بسيطة، كيف بعمل create table employees employee ID، هي الحقل الأول، طلعوا كيف فتحنا جزء تبع الجدول هي باللون الأحمر، employee ID يعني رقم الموظف شو نوعه، من نوع integer. الآن باجي بكتب وراه مباشرة إيش؟ primary key. هل القيد هذا أعطيته اسم أنا؟ لا ما اعطيتوش اسم، فاصلة. قلت له في عندك الـ employee name يعني اسم الموظف بار char 30، يعني اقبل لي اسم الموظف لعند 30 حرف، من نوع ايش؟ من نوع نصوص، سكرني. طيب ايش يعني المفتاح الاساسي؟ المفتاح الاساسي اخذته الفصل اللي فات، انه العمود هذا او الحقل هذا البيانات اللي بدي ادخلها فيه، يعني ارقام الموظفين اللي بدي اضيفهم ممنوع يتكرروا. يعني في اول موظف بده ياخذ رقم قديش؟ واحد. طب الموظف الثاني اللي بده يتوظف عندي في الشركه لو كتبت رقمه 2 يجوز. طب الثالث لو اجيت اعطيته رقم 1 هل يجوز؟ طبعا لا يجوز. ليش؟ لان الموظف الاول اخذ رقم 1 خلص انتهى، بقول ممنوع. يعني المفتاح الاساسي غير قابله للتكرار، مهم جدا، غير قابلة للتكرار، ولا ينبغي تترك هذا الحقل قيمة فارغة. طلعوا كيف يا جماعة، لا ينبغي إيش؟ إنه نسيبه قيمة فارغة. إيش يعني قيمة فارغة يا جماعة؟ يعني أكتب null، يعني أكتب null. هذا النوع الأول أو الطريقة الأولى لإنشاء إيش؟ البرايمري كي. طيب أعطيني النوع الثاني اللي أنت بتقول لي ممكن أكتب الاسم. طيب كيف نكتب الاسم؟ طلعوا كيف؟ نفس الجدول هذا، ولكن هذه البرايمري كي بتعطيها اسم الان. كونسترينس هذا. طب سؤال، هنا هل ما اعطالوش اسم يا صبايا؟ لا اعطاله اسم، لكن مين اللي سماه؟ الاس كيو ال سيرفر اللي سماه. وحنشوف كيف التسميات اللي بيعطي له اياها في العملي. الان بيجي للمفتاح الاساسي هنا، ولكن بطريقه انا اعطي له اسم. طلعوا كرييت تيبل employees هذا اسم الجدول، بفتح قوس، اسم الحقل الاول اسمه employee ID، شو نوعه؟ نوعه integer يعني اعداد صحيحه. طلعوا شو كتبت؟ constraint. اسمه شو اسمه؟ primary key underscore ID. طبعا هذا اسم الكونسترينت راح يكون. طب شو بدك القيد شو نوعه؟ هيو برايمري كي. طب على مين؟ بين قوسين على employee ID. على ايش؟ employee ID. كمان مره هيطلب مني نوع الحقل، اسم الحقل عفوا، النوع بيانات هذا الحقل اللي هي انت، بعدين باجي بقول له في عندك قيد constraint هذه كلمه محجوزه، الاسم هذا انتم بتكتبوه. طبعا لازم تتبعوا قواعد التسميات اللي احنا عرفناها، نفس قواعد تسميات الجدول. طبعا لاحظوا شو سماه هو، بي كي اندرسكور، ما تركش مسافه لانه ممنوع المسافه، اي دي.
طبعا لاحظوا التسمية إلها معنى. شو يعني؟ يعني هذه بي كي يعني اختصار لأول حرف برايمري كي يعني مفتاح أساسي، أندرسكور كتب مين؟ اسم الحقل يعني الاي دي تبع الحقل هذا. طيب بقول لي شو نوع الكونسترينت اللي بدك إياه؟ هذا الكونسترينت اللي انت كتب لي إياه بدي أقول له برايمري كي. طب على مين بدك إياه البرايمري كي؟ بنفتح قوسين بنكتب إيش؟ إمبلوي اي دي. نكتب إيش؟ إمبلوي اي دي فاصلة. الآن بنكمل باقي الحقول الثانية اللي هو في عندي employee name نوع varchar لعند 255. طلعوا هنا ضاف كمان constraint على مين؟ على employee name. شو هو الconstraint هذا؟ اسمه نطنل، ممنوع تقبل قيمة فارغة في الاسم. طب سؤال يا صبايا، هل هذا الconstraint أعطاله اسم ولا لا؟ ردوا علي. أنا بكون معطيه ميل، هيكون معطيه الـ SQL اللي هيحط الاسم. سؤالي كان إنه هل أنا أعطيت اسم ولا لأ؟ هل سميته أنا هذا الكونسترينت النطنل؟ هو بكون مش مسمى، بس هو هيكون أيوة. مسميه الـ SQL. أيوة، أنا ما سميتوش، أنا ما سميته، ولكن اللي سماه مين؟ الـ SQL سيرفر. واضح؟ لكن هذا القيد يا جماعة أنا سميته شو اسمه؟ هيو اسمه bk underscore id. واضح؟ طيب فاصلة، بعدين بيعطيني إيش الحقل الثاني ونوعه integer، بعدين بسكر القوس وفاصلة منقوطة. طبعا عشان أشوف المفتاح الأساسي وين بروح يا صبايا؟ هاي الجدول طبعا بتروح على SQL سيرفر. هاي الجدول بنفتح، هذه الامبلويز الجدول، تحته في كولومز يعني الاعمده. روحوا عند العمود اللي هو امبلوي اي دي، طلع شو كاتب لي؟ كاتب لي انه برايمري كي انتجر نوعه يعني نوع الحقل ونطنل كمان. طب سؤال، هل انا حطيت نطنل هنا يا صبايا؟ هل انا حطيت نطنل؟ ما حطيتش، ولكن البرايمري كي لحاله ايش قلت لكم؟ ممنوع التكرار زائد يكون فارغ. لا يقبل ان يكون فارغ، ممتاز، لا يقبل ان يكون فارغ. يبقى لحاله هو راح حط لي هذه النطنل من عنده، القيد هذا لحاله ضاف لي. لاحظوا كيف العمود الثاني هيو اجى قال لي انه employee name نوعه varchar 255 ونطنل، هيو كاتب نطنل بس مش موجوده. طيب هل كتب عليه برايمري كي زي هذا؟ لا، فش عليه برايمري كي، لانه حتى طلعوا كيف شكله صار هنا البرايمري كي، طلعوا بيعطي له مفتاح، هذا رمز انه برايمري كي. واضح يا صبايا؟ بينما الحقل الايج طلعوا كيف؟ قال لي الايج نوع انتجر ونل. شو يعني نل؟ بيقبل انه يكون في نل، يعني مسموح لي اترك الايج فارغا، مسموح لي، لكن هنا كتب نط نل، هنا نط نل، في كلمه نل وراء. واضح؟ طيب صبايا الان انا بدي افصل لانه المده المسموح فيها في البرنامج الزوم انتهت 40 دقيقه، لازم افصل وارجعوا لي كمان 5 دقائق تحط لكم رابط ثاني اسمه الجزء الثاني. واضح؟ واضح. يلا يعطيكم العافيه. الله يعافيك.